انا طب بحب انت بقى. بعد النضج وكل العثرات اللي انت مشيتي بيها وكل الصعوبات وكل الانتصارات والانكسارات وكل المشوار ده، ايه اهم مواصفات في الراجل اللي انت تشوفيه هو الراجل المناسب بالنسبة لك في هذه المرحلة بعد النضج وبعد كل التفاصيل دي؟ اولا طبعا فكره البخل ده، انا ما احبش الراجل البخيل. احنا بنتكلم بقى كصفه عامه بقى، لو انا فكر لو ها عشان اولا ما احبش الراجل البخيل جدا. ولا البخيل اصلا، سواء جدا او غير لا جدا، لا لا ولا لا، البخيل يعني حتى لو دي من درجة بسيطة الحاجات من البخل. الاحتواء، يعني يبقى فاهم اولا، كمان يحب مهنتي او يبقى سبورت ليا، ما يحبطنيش. انا طلباتي بسيطه قوي، حنيه واحتواء، راجل بمعنى الكلمه، يعني راجل. ما يهمنيش فلوس على فكره، ما يهمنيش ان هو يبقى ايه قد ما يهمني ان هو يحتويني ويحبني. خيانه لا طبعا، كذب لا كده، يعني الحاجات دي. طب رندا البحيري، كنا بنشوفكم مع بعض دايما بتعملوا حاجات وواضح ان في صداقة قوية، بس انا ما بقيتش اشوفكم مع بعض، ولا ده انا بالصدفة ولا لا هي بس احنا عشان نتقابل، يعني انا عندي مواعيدي وهي عندها مواعيدها، فلما مين يعني مش اصحابك في هنتقابل كتير. الوسط؟ مين اصحابك المقربين اللي ممكن تقعدوا مع بعض في كافيه، تخرجوا مع بعض، تطمنوا على بعض؟ والله مش كتير، بس انا يعني من الناس القريبة مني، بس مش بنخرج مع بعض قوي. بس من الناس لو انا احتجت اي حاجة بكلمها، احمد زاهر مثلا، ده من الناس الجدعة جدا معايا قوي قوي قوي. من زمان كنا انتيم، لكن بقى هو بعد وعزل مني. احنا كنا جنب بعض، احنا كنا جيران يعني. احمد صفوت، دول من الناس اللي انا احتجتهم في اي وقت، طب واذا هم رفعت سماعة التليفون ما على طول موجودين. بيرشحوكيش في اعمال؟ لا احمد زاهر رشحني كتير، لا لا احمد وليه؟ زاهر وقف معايا في حاجات كتير جدا ومن غير ما يقول لي. انت بتعرفي ان هو اللي رشح؟ واخرها المسرحيه كانت مسافره السعوديه، انا اللي كلمته بصراحه، قلت له احمد انا ما فيش شغل ومحتاجه اشتغل معاك، بس ما تقولش لحد. يعني دلوقتي انا بقول اهو، اقول لان هو يستاهل ان انا اقول بقى. بجد بنحييك، احنا بنحيي اي شخص جدع، قال لي انت فبنحييك بتقولي ايه احمد وانت زاهر. ازاي وبتاع، ويعني ايه ما اقولش، وانا من امتى بقول. راح اتكلم كده وجابني، يعني وقف معايا جامد جدا يعني. ربنا يبارك له والله فيعني ويقعد له كل الحاجات الحلوة. بصراحة ما فيش وفي موقف من المواقف برضو مش هنساها له، بس انا هنا كنت لسه متجوزة يعني، بس كنا في فترة الانحدار، كان مسلسل في لبنان، وصمم عليا بقوة جدا ان هو يجيبني، وحصلت مشكلة وانا ما جيتش، وجت ممثلة تانية وصورت، وبعد ما صورت حصلت مشاكل في لبنان، وانا خلاص بقى نسيت الموضوع. لقيته هو من نفسه قال لهم انا بقول لكم مروه تيجي وتعالوا لها اجرها وتجيبوا لها كذا، وعمل لي كل يعني بصي الله. دلعني، ولقيته بيكلمني قال لي مروه هتيجي واوعي تقولي لا، انا ظبطتك في كذا وكذا 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 وكذا. والله مرة تانية فيعني وتالتة وعشرة، أحمد زاهر أنت شخص رائع. رائع ونموذج راقي للصاحب الجدع، مين الصاحب بجد الخايب؟ بنحييك. مين الصاحب اللي مش جدع في حياتك؟ لا ما عنديش صاحب خاين، لا مش خاين، قصدي مش جدع جدع، مش جدع كتير بقى، يعني بدون ذكر اسماء. لكن رغم انك ممكن تكوني كنتي اصدقاء جامدين. اصل طبعا ممكن اقول ايه يا صاحب ده مش جدع، لا وفي لا لا الاخر لا اكتشف لا، ان انا ما كنتش ده قريبه احنا منهم كده اصلا. وما بيطلعوش جدعان. طلبتي منهم شغل ولا مجرد كنت مستنيه من حد لا ان انت بتتكلمي في الوسط الفني يعني؟ انا بتكلم بره الوسط الفني، كاصحاب مش جدعان كتير. لا لا لا، ما فيش حد مش جدع في الوسط. لا ساعات ممكن اهزر مع حد اقول له يا عم طب انا معاك بقى مش عارف الحاجات دي، وبينسى بقى. ما بعذر الناس، لكن في كتير مثلا ممكن اقول لحد او يبقى عارف وما بيجيبنيش. وما بيجيبكيش. لا لا، طب مين من المنتجين اللي ليكي دلال عندهم وتقدري ترفعي سماعة التليفون؟ منتجين منتجين مسلسلات، يعني تقدري ليكي دلال تقولي، يعني زي ما جيتي لأم كلثوم، انتي تم اختيارك لأم كلثوم ازاي؟ لا، ام كلثوم ده كانت استاذه ينعم حبيبتك. محمد ايوه علي، ايوه
ام ازاي؟ كلثوم ده كان قبليها، كانت سنه 96، كان التلفزيون المصري عامل مسابقه للوجوه الجديده. اوكي كنت انا بقى لسه ايه بقى، ما لا اعرف تمثيل ولا اي حاجه، ولا دخلت المعهد ولا الكلام ده. فاتبسطت فقلت هقدم، فكانوا عاملين المسابقه دي ب 100 جنيه. فطبعا اوكي 100 جنيه دي وانا لسه طالبه، وانت لسه مبلغ كبير. بمقام 1000 جنيه. ها فطبعا خلاص احبط. فجت لقيت اختي طب تديني 100 جنيه وقالت روح اقدمي في المسابقه. فرحت قدمت المسابقه طبعا من اخت الجدع ورا برضو، اهلي. اختها جدع. لا في جدعان والله معايا في حياتي كتير. ومن المنتجين الجدعان معايا جدا احمد نور، يوميات زوجة مفروسة، والله ده من الناس برضو اللي واقفة معايا جامد جدا. يعني ما يعني ده من الناس اللي ارفع سماعة واقول له انا، ومن غير ما ارفع هو انا معاه يعني واقف بنلاقيه معايا. برضه. طيب بس وبعدين كملي لنا دخلتي المسابقة. دخلت بقى هناك، كان بقى من ضمن اللجنة أستاذة إنعام، دي. اول مرة في حياتي بقى ادخل التلفزيون. التلفزيون ده بالنسبة لي يعني سعاد حسني السحر. في صغير على الحب، وحبها في انها تدخل التلفزيون بقى داخلة بقى عارفة. منبهرة. ده كان حتة يوم، ولقيت ناس كتير وبقيت مرعوبة. دخلت على اللجنة، كانت بقى من ضمنهم إنعام محمد علي، وعديت بقى دور تمثيلي في، كان أنا فاكرة حتى كان في المسرحية اسمها ما أجملنا. من بعدها هنا اختارتني، هي اختارتني هنا، كانت بتعمل بقى أم كلثوم فاختارتني، وكانت هنا بقى بداية المشوار. وما اشتغلتيش معاها تاني؟ لا ما اشتغلتش معاها تاني. هو ياك اصل ام هي ما كلثوم عملتش حاجة هي عملت بعدين؟ بعديها حاجة لأحمد رامي هي عملت مسلسل واحد بعدها وخلاص. كمال ابو ريا برضه مسلسل مش كمال ابو فاكره. لا ما خدنيش وخلاص. بس فكانت هنا بقى، دخلت المعهد بعديها. بعد النهارده ايه مشاريعك الفنية؟ عندك حاجة بعد يوميات زوجة مفروسة. يوميات زوجة مفروسة؟ انا يعني حاليا لسه يعني لسه. مقدمة في قناة الشمس. طب حلو. ما انا في قناة ينفع مش عارفة ينفع ايه اسم ماله، اهلا قناة وسهلا. الشمس، والحمد لله عاملة كام فيديو تيك توك حلو قوي. طب بمناسبة التيك توك، هما المنتجين بينتبهوا للناس اللي عاملين شهرة على التيك توك والسوشيال والله ما ميديا، تسأليني اشمعنى انت، ما انت عاملة ما اهو، هما تسأليني. بيجيبوا ناس بص مخصوص عشان هما ملنكين مع الناس. انا طب بص انت انا في حاجة، بس انا عايزة، انا برضو بستغرب. انا اشوف عمل معين خلاص، الاقي بنوته ربنا يوفقها مثلا فنانه جديده لسه داخله، او كانت يعني عندها عملين ثلاثه وعملت دور صغنطوط طارقه. اوكي الاقي بعديها ربنا يكرمها يا رب. برامج وبتاع وفظيعه وهايله وبرافو وايه ده، ومصر كلها بتتكلم عنها. وبعد كده دخلت في اعمال جديده. انا يا اختي ايوه اعمل شفت. العمل من هنا وينجح من هنا، اقعد بعديها سنتين طب انت بقى ولا حد بيعبرني. قدامك رساله على نهايه الفقره، وجهي رساله للمنتجين، للوسط الفني، لمن تريدين لا مش هقدر اعمل في كده اقل من اسمعك. دقيقه، قولي اللي لا انا كل جواكي. اللي هقدر اقوله هنا، دي الكاميرا بتاعتي، كل اللي هقدر اقوله انا لم اعتزل الفن وما سبتش الفن، وبحب الفن وبحب التمثيل، واتمنى ان انا ارجع بادوار كويسه ولطيفه، واتمنى ابقى موجوده. بس لكن ان مش شاء الله هقدر اقول ان لك شاء الله يعني. باذن الله. ويكونوا ميرسي يا شفنا مروه، حاجه عليكم. نورتينا على وشرفتينا ميرسي قوي حبيبتي، والله قوي قوي بجد بيكم بجد. شيء اسعدتينا ونورتينا، وان شاء الله مبارك لك قريب في حاجه كده ترضيكي وتسعدك، يا رب. وقد موهبتك واصرارك ويعني ومثابرتك كل السنين دي كلها. واحنا لسه حلقتنا مكمله ونشوف